تعالوا نشتغل اول حاجه طاجن الرز بالسمك. محتاجين له كيلو سمك بلطي، هقطعه جزل او هقطعه ترانشات، ونقدر نغير نوع السمك باي نوع انتوا حابينه. عندي رز ابيض مصري عادي، وعندي كمان ورق لورا وكزبره وبقدونس وبابريكا وملح وفلفل وكركم وكمون، وعندي شويه عصير ليمون وزيت زيتون او زيت عادي على حسب ما انتوا حابين تشتغلوا في الوصفه ايه، وعندي 2 معلقه من الصلصه وبصل جوليان وفلفل الوان، وبرده ممكن تستخدموا فلفل اخضر بس لو مش عندكم الوان، وطماطم هقطعها كده جوليان شرايح برده، وفلفل حار برده طبعا حسب الرغبه، وثوم مفروم، وعندي زيت. تمام، هقول تاني المقادير. عندي كيلو من السمك البلطي، وعندي رز ابيض وورق لورا وكزبره وبقدونس وبابريكا وملح وفلفل وكركم وكمون، وعندي عصير ليمون حوالي ليمونتين، وزيت زيتون او زيت عادي لو مش حابين تشتغلوا بزيت زيتون او مش متوفر، واتنين معلقه من الصلصه وبصل جوليان وفلفل الوان وطماطم جوليان وفلفل حار وثوم مفروم وزيت. تقدروا زي ما قلت لكم نغير نوع السمك، يعني لو انتوا حابين تشتغلوا بنوع معين من السمك تاني تقدروا تعملوا ده بمنتهى السهوله. خلاص، اول حاجه انا السمك قبل ما احطه على النار، يعني انا ببرد بس الطاسه شويه، السمك قبل ما احطه على النار لازم اسويه، يعني لازم قصدي قبل ما اضيفه على الرز لازم اسويه شويه. تمام، فانا هسوي السمك يعني على الاقل 50% قبل ما هضيفه على الرز، ما بحبش احطه ني مع الرز، بحس ان هو شويه بيزفر الرز، حتى لو كله بيستوي مع بعض احب ان هو يتشوح او يستوي سنه قبل ما اضيفه على الرز بتاعي. فعندي طاسه كده هحط فيها الزيت بتاعي، وهسوي يعني 50% السمك بتاعي، يبقى بس اخد تشويحه ان هو ما يبقاش ني. تمام، هجيب بقى البصلايه المفرومه كده بتاعتي اهو، حط شويه بصل، نسخن الطاسه، شويه زيت فيها، ونزلت بشويه بصل، شويه ثوم، شويه ثوم كده فصين ثلاثه ثوم مفروم. انا مش عايزه ادي لون للبصل والثوم، انا مجرد يعني تشويحه كده وعايزه اللون يبقى ذهبي شويه بس مش اكتر من كده. وهبدا احط ورقتين لورا كده اعطر بيهم السمك بتاعي، وهلبس جلافز عشان ابدا احط السمك واتبل معاكم السمك. حطيت ايه؟ حطيت شويه زيت، حطيت ورق لورا، حطيت الثوم، وحطيت بصل مفروم. تمام، هقلب كده عشان مش عايزاهم ياخدوا لون، انا عايزاهم بس يبقوا يتبلوا كده شويه، مش عايزاهم ياخدوا لون يعني حاجه ذهبي فاتحه خالص. تمام، وعندي السمك البلطي مقطعاه جزل زي ما انتم شايفين كده، وهبدا ان انا اضيفه على البصل والثوم وورق اللورا اللي احنا حطيناهم في الزيت اهو كده. طبعا السمك اكون منضفاه وشايله القشر بتاعه اهو بالشكل ده كده، ومقطعاه قطع كده. ويفضل طبعا السمك اللي انا اكون شغاله بيه في الوصفه دي يكون سمك حجمه كبير، عشان لما اقطعه الجزل ده الجزل بالشكل ده يبقى يعني مديني حجم كويس وما يبقاش فاضي. فدي نقطه يعني مهمه جدا ان احنا نعملها. خلاص، هبدا بقى ان انا احط التوابل بتاعتي على السمك ده. هحط شويه فلفل اسود كده بالشكل ده كده، وهبدا احط اجيب البهارات، احط شويه من الكركم اهو، شويه بابريكا بالشكل ده، كزبره، كمون، كل ده ابدا ان انا احطه كده. حابين تضيفوا توم او بصل باودر بس تمام، انا خلاص حاطه بصل وتوم باودر صحيح، فمش محتاجه ان انا ازود اكتر من كده. هجيب بس الماسك كده ابدا اقلب السمك بتاعي. زي ما قلت لكم انا بحاول ان انا اسوي السمك حوالي 50% كده، مش عايزاه يبقى ني تماما. تمام اهو، بقلبه على الناحيه الثانيه بالشكل ده
مجرد ان انا بضيع بس الزفاره بتاعته، ان انا ما يبقاش السمك عندي كله ني. انا عايزه بس طبق احط فيه المعالق بتاعتي. تمام، وهبدا بقى اشتغل في الرز بتاعي. طب عندي هنا حله تانية، او ممكن لو حابين تشتغلوا بقى في نفس الحاجه عشان ما توسخوش الدنيا، خلاص بقلب ده وبقوم شايلاه وشغاله في نفس الحله او في نفس الطاسه الخلطه اللي انا بعملها، بس انا هشتغل في حاجه اكبر. اهو كده السمك تمام جدا معايا، هشتغل بقى في حاجه اكبر، الخلطه بتاعه الرز. عندي الحلة موجودة عندي، هحط برضو فيها شوية زيت، زيت زيتون او زيت عادي على حسب ما انتوا حابين تقدروا ان انتوا تعملوا ده. هحط شوية زيت بالشكل ده، وهبدأ بقى انزل بالخضار اللي عندي، البصل الجوليان والفلفل الالوان الجوليان والكلام ده كله. اهو كده هقرب كده، هعمل هنا الرز بتاعي اهو كده بالشكل ده. هشوح انا الرز كده كده هسويه نايف نايف في الفرن، بس قبل ما اعمل الخطوه دي برضو عايزه اتبل واشوح كده الخضار اللي موجوده عندي. هاخد البصل المتقطع جوليان كده في الزيت بالشكل ده. تمام، وهبدا ان انا احط الفلفل الاسود من نفس البهارات اللي انا حطيتها. احط شويه كركم، حط شوية بابريكا، شوية كمون وكزبرة، ممكن احط ورقتين اللورا برضو الفاضلين دول، وهبدأ اكمل بقية الخضار. احط الفلفل الاحمر، احط الفلفل الاصفر، اي يعني فلفل الوان او فلفل اخضر موجود عندنا عادي مفيش مشاكل، واحط الطماطم الجوليان. كل ده هبدأ ان انا اشوحه اهو مع بعض بالشكل ده، شايفين كل ده هشوحه كده مع بعض. حابين الخضار والبصل تقطعوه قطع صغيره، مش شرط جوليان، براحتكم زي ما انتوا حابين تقدروا انتوا تعملوا. هحط شويه طبعا فلفل حار، انتوا عارفين انا لازم شويه كده، وطبعا حسب الرغبه لو حابين تشتغلوا بفلفل بس رومي او فلفل اخضر بس برضو زي ما انتوا حابين. اهو كده بقلب كل الكلام ده. انا لسه ما حطيتش ملح، هحط ملح في الاخر خالص وانا بحط الرز بتاعي. هبدا بقى عندي الصلصه، هحط معلقتين الصلصه كده وهبدا اقلب بالشكل ده، وهبدا انزل بالرز. عايزه اخلي الرز ياخد من كل اللي انا حطيته ده اهو كده، وهبدا اقلب اهو، ياخد بقى من الصلصه ومن البهارات والخضار وكل الكلام ده كله كده، ايه يعني يدخل في بعض ويختلط مع بعض اهو. هو ده اللي انا عايزاه. الرز طبعا عندي ني، وهبدا بعد كده اعمله زي كاني بعمل البرام بتاع الرز. تمام، قبل ما هحط بس السمك هحط عصير الليمون في الاخر على السمك. يبقى انا حطيت السمك، حطيت شويه زيت، حطيت البصل، وحطيت شويه ثوم، والبهارات بتاعتي حطيت معلقه صغيره من كل حاجه، وقلبت مع بعض، وبعد كده نزلت السمك، وبعد كده حطيت عصير الليمون في الاخر. الرز عندي كل الخضار اللي عندي دبلته، يعني خليته يدبل شويه مع شويه زيت، وبعد كده حطيت برضو البهارات اللي عندي ونزلت بالرز بتاعي. خلاص هبدا بقى اجيب الطاجن اللي انا هسوي فيه. هفضي بس الدنيا كده هنا اهو. هحط الرز بتاعي، هبدا اجيب حاجه كده هنضف لكم الدنيا حالا، هنضف بس الدنيا كده هنا
اهو شيل الرز ده بس كده تمام. نجيب بقى اي طاجن فرن احنا عايزين نشتغل فيه، برام، اي حاجه احنا موجوده عندنا نقدر احنا نعمل فيها الخطوه دي. هنزل فيها الرز، رز ني زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده. وببدا ان انا افرده تمام. خلاص بشيل بس السمك وهبدا الميه بتاعتي. انا ما ملحتش خلي بالكم، فهملح بقى الميه. هحط دول حوالي 3 كوبايات من الرز، هحط عليهم 3 معالق صغيره من الملح خلاص. وهبدا احط ميه مغليه على كل كوبايه رز كوبايه، وفي الاخر خالص هقوم مزوده حوالي 1/2 كوبايه ميه عليهم. هاخد كده اقلب ده، ادوب بس الملح وهبدا انزل كده عليهم تمام. هقلب بس ده كده شويه وهنزل تاني بقيه الميه اهو. هحط الكوبايه الثالثه، دول بمقام 2 كوباية، هحط 1/2 دول بس كده تمام جدا، بس كده تمام قوي. هقلب كده كل الكلام ده مع بعض، وفي المرحله دي برضو تقدروا تذوقوا الملح وتظبطوه زي ما انتوا حابين. وفي الاخر خالص قبل ما ادخل الفرن انا هسوي الرز بتاعي والطاجن بتاعي كله في الفرن. قبل ما ادخل الفرن هقوم عامله ايه، حاطه السمك اللي انا حطيته بالشكل ده كده فوق الوش اهو. كل بقى الميه دي هتتشرب، الرز هيتشربها والسمك هينزل كده الطعم بتاعه على الطاجن بتاعي او على الرز بتاعي، هيبقى في منتهى الجمال اهو كده. شيل بس ورق اللورا ده، وكل ده برضو ايه اضيفه، البصل مع عصير الليمون. شيل بس ورق اللورا، هحط بس البصل والثوم وعصير الليمون والكلام ده كله. يلا هدخلها الفرن واسيبه يستوي كاني بعمل رز معمر بس بالسمك، طبعا من غير لبن من غير حاجه، يعني غير الرز المعمر اللي احنا بنعمله بالفراخ او باللحمه تمام قوي كده. تعالوا بقى ايه ندخله الفرن. نفتح الفرن بتاعنا، وهسيبه يستوي براحته اهو.